هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: أرجو من فضيلة الشيخ صالح أن يحدثنا عن الطلاق البدعي والطلاق السني والأحكام المتعلقة بهذا، مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أصلا الطلاق ينبغي أن لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة، وفي الحديث الوارد: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ولا يلجأ إليه إلا عند الحاجة، حيث لا يمكن الاستمرار على الزوجية. حينئذ قال الله جل وعلا: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، كان الله واسعا حكيما. أما حيث أمكن بقاء الزوجية فإن هذا هو الذي رغب فيه الشارع، حتى لو كره من امرأته شيئا فليصبر عليها. قال الله جل وعلا: إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها الخلق الآخر. والمرأة مجبولة على بعض الشيء من ما يكرهه الزوج من أخلاقها. قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن يعني من ضلع آدم، وإن أعوج شيء الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن استمتعت بها عوج. ولكن إذا دعت الحاجة للطلاق وصار البقاء على الزوجية مستحيل أو متعذر أو فيه مشقة، فإن يلجأ إلى الطلاق حينئذ، الطلاق الشرعي. الطلاق السني هو الطلاق الشرعي، لأن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. وإن رغب أن يراجعها في فترة العدة فلا بأس بذلك، بل هذا مستحب مرغب فيه. قال الله جل وعلا: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في أثناء العدة، فيرغب في أن يراجعها. والله جل وعلا يقول: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وإخراجها حتى من البيت، هي زوجة، ما دامت أنها طلقت دون الثلاث فهي زوجة، ما دامت في العدة لها حق السكنة على زوجها فتبقى في بيتها. وإن رغب، ويستحب لها أن تتجمل وأن تتعرض له، فإن رغب في مراجعة فهذا أمر مرغوب شرعا. والله جل وعلا يقول: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي يتغير رأي الزوج المطلق يرغب في امرأته، يكون عنده فرصة لاسترجاعها. هي الحكمة من جعل الطلاق على هذه الصفة. قال جل وعلا: الطلاق مرتان، هم مرة واحدة، مرتان، والثالثة تبين بها، إن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها لا جناح عليهما يتراجع. لذلك شرع تفريق الطلاق، وأن لا ينطق به بكلمة واحدة أو في طهر واحد، بل في ولا يكرره في أثناء العدة، يتركه، فإن رغب فيها استرجعها عنده ميدان، وإن لم يرغبها فإنها تبين بنهاية العدة. إذا انتهت عدته بانت بينونة صغرى. هذا هو طلاق السنة، أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. إذا توفر الشرطان طلقة واحدة لطهر لم يجامعها فيه فهذا هو الطلاق السني. والطلاق البدعي ما خالف ذلك، يطلقها وهي حائض، أو أن يطلقها في طهر جامعها فيه، أو يجمع الثلاث بكلمة واحدة. هذا هو الطلاق البدعي، لأنه البدعي خلاف السني، لأنه خلاف ما أمر الله به. نعم.